هذه لعبة الشعب نلعبها أكثر شيء الظهار، يكون يعني أهلنا قافلين. شو أنا إيدي ما تساعدني، تأهديها حق بعض مثلكم وشرواكم. بالنسبة للقاري وهو الرنق مع القاري نحطه وراه ونركض والأغبار قايم ورانا. هو العنب أحمد الذي لا يزال ينبض قلبه شبابا وحنينا للطفولة، فتراه يحتفظ بلعبة من الزمن الجميل الذي يراه لن يتكرر. الألعاب اللي تركت فيني حلوة بالقرقيعان، اي هذه ما تنسى، واحد شايل خيشة والباجين يصفقون ويقرقعون. الرنق من اللي سماه احنا سميناه، احنا ما ندري عنه، نسميها درباحة، نحط عصا وراها ونركض وراها، كل ما ركضنا احنا زايد هي مشت زايد، ويتراولنا بأن هي اللي تمشي احنا اللي نمشي. بعد المقصي، بعد الشعاب، بعد البلبول، بعد الدوامة. الولد اللي طلع الشارع وقال له شوف عمود لا تطلع الظهر، ان طلعت الظهر اسوي ذاني ودانك اربعة، ولا عندك اهد عليك حمارة القايلة ولا خضرة موليف. بناصر يرى أن ألعاب الطفولة حفرت في ذاكرته ذكريات لا يعرفها جيل اليوم بسبب انشغاله بألعاب التكنولوجيا. التكنولوجيا جت يعني مع الأسف مبكرة، زين، على سن الأطفال وعلى سن الناس الكبار. أنا صراحة يعني الشغلة مو صحيحة. أما بالألعاب القديمة كنا نلعب التيل، والتيل عدة أنواع، فيها لعبة الطنب اللي هي دائرية كبيرة، فيها الأرطة، فيها الكوينة، هذه ألعاب اللي احنا كنا نلعبها تيل، زين، كنا نحط كاشي وهذا ونحذف العنبر، عظيم ساري اللي هذا يستخدم بالليل، إن عظم ينحذف في مجموعة يمكن لا يقل عن 7 أو 8 أنفار. ما عنده ذكريات طفولة، ايش عنده؟ ما عنده إلا الألعاب هذه، ما عنده. في حين يرى أبو فيصل أن جيلهم اعتاد اللعب في الخارج وأن التكنولوجيا خلقت جيلا انعزاليا. الألعاب القديمة التيلة، كانت التيلة يلعبونها، حنا لما كنا صغار نلعب بالتيلة. التيلة هذه من الألعاب القديمة حق الكويتيين، وفيها شو اسمه مثل الكورة، مثل الحرمان يدزونها. حنا جيلنا أحلى من الجيل الحالي، لأن الجيل الحالي هذا الكمبيوتر والأشياء الحديثة خربت على الطفل، صار الطفل منعزل. أما أم فيصل فتحدثت عن ألعاب الفتيات آنذاك. أول ألعاب نتحرك فيها أزيد، يعني مثلاً الحلية، الحبل، النط، الحبل كذي، يعني الألعاب في التراب أكثر، يعني برف مع الفريج. العيال للأسف يعني ما عندهم ذكريات، أول إحنا نتجمع مع بعض نشوف تلفزيون حلقة واحدة أو شيء، أو لو كرتون. رفاعي ومشاري يمثلان جيل اليوم الذي يجهل الألعاب الشعبية التقليدية. أنا ما أعرف الألعاب القديمة، بس أعرف الآيباد والسوني والتلفزيون. التلفون ألعب كل يوم 5 ساعات. أو آيباد. بتحب الآيباد؟ إيه. والتليفون؟ إيه. ألعاب. وبين الجيلين ذكريات لن تموت وألعاب ستبقى في ذاكرة محبيها. ابتسام رمال، الراي.